السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. دائما الجديد في هذه القناة فقط بدعمكم المتواصل، نحن مستمرون في تقديم الأفضل دائما، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وترك تعليق تحت الوصف. وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع أبرز عناوين هذه الحلقة. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، favorite. حكومة أخنوش استفادت من الزيادات في الأسعار، تفاصيل مهمة في هذه الحلقة. بسبب مشاكل المياه، عزيز أخنوش يهاجم حكومتي البي جي دي. مكاسب المغرب من القمة العربية، احترام السيادة ووقف التدخلات الخارجية. الرئيس السابق بيل كلينتون يستمتع بأوقاته في مدينة مراكش المغربية. فنان عالمي مشهور يفتتح فندقا فخما بمدينة مراكش. بطلة المسلسل التركي سامحيني تطل بالجلابة المغربية وتعلن عن زيارتها للمغرب. دنيا بوتازوتو تفجرها وتكشف المستور حول مسلسل المكتوب. دوري أبطال إفريقيا، الوداد البيضاوي يواجه الأهلي المصري ذهابا في القاهرة وإيابا بالدار البيضاء. أكد عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية أن حكومة عزيز أخنوش استفادت من الزيادة في الأسعار على مستوى المداخل، مبينا أنها رغم ذلك لم تكلف نفسها القيام بأي إجراءات للحد من الارتفاع الصاروخي للأسعار. جاء ذلك في مداخلته خلال ندوة لحزب العدالة والتنمية بفاس في موضوع التدافع في مجال الهوية والقيم بين مطالب الإصلاح والتعبير عن أزمة تدبير الشأن العام، والتي تم تنظيمها في إطار الأبواب المفتوحة مساء يوم الجمعة 19 من ماي 2023. وفي رده على عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي سبق وقال في تجمع حزبي بالدار البيضاء بأنه لا يشتكي من العفاريت، اعتبر أفتاتي أن العفاريت هم الذين صنعوا وفبركوا أخنوش ماليا. واستغرب أفتاتي الصمت المطبق لأعضاء الحكومة في التواصل مع المواطنين وتوضيح المعطيات، مسجلا أن هذه الحكومة انقلبت على المشروع الإصلاحي بالمغرب. وقال أفتاتي: نحن في الإصلاح سنظل ندافع عنها لأنه هو السبيل لنهضة المغرب، مضيفا أن المنهج هو الإصلاح رغم ما فيه من مكابدة، لكن في النهاية العاقبة للإصلاح وللشعب. لم يفوت عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار فرصة مهاجمته للبي جي دي وتعليق مشكل المياه ببلادنا على مشجب الحكومتين السابقتين، محملا إياهما مسؤولية عدم إنجاز مشاريع في هذا الإطار، لأنه لو تم إنجاز محطة تحلية المياه في الدار البيضاء مثلا لما كانت هناك إشكالية الماء في حوض تادلا على حد تعبيرها. ووصل عزيز أخنوش ردي على الانتقادات التي تطال حكومته من طرف أحزاب المعارضة في كلمة له بالمنتدى الجهوي الرابع للمنتخبين التجمعيين بجهة بني ملال الخنيفرة يوم السبت ببني ملال، بالقول: إن المواطنين يعرفون جيدا أين يوجد المعقول والعمل، ويعرفون من يشتغل ومن لا يشتغل، مردفا أن جميع الأحزاب تعطي تعهدات المواطنين، لكن الفرق هو أن حزب الأحرار قادر على الالتزام بهذه التعهدات. وتابع المتحدث: المواطن يعرف على من يعول في المستقبل، والأزمات دائما تأتي ثم تذهب، ولا يبقى سوى المعقول وأغارس أغارس، لافتا أن الحزب بالجهة يتوفر على 900 منتخب وتسع برلمانيين وثلاث رؤساء للغرف المهنية، وبفضل المنتخبين والمواطنين تصدرنا المشهد السياسي في الجهة، ومرتبة الصدارة كانت بفضل العمل والمعقول والتعهدات التي قدمناها للمواطنين. من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير للاهتمام بالعالم القروي عبر برنامج يعتبر الأكبر في تاريخ المغرب. وأبرز ذات المتحدث دعم الحكومة خلال السنة الماضية للعالم القروي في إطار مكافحة آثار الجفاف بحوالي 3 إلى 4 مليار درهم، وخلال هذه السنة ستدعمه بعشر مليارات درهم، منها 5 مليارات درهم لدعم الأعلاف، معتبرا أن ذلك سيؤثر إيجابا على أسعار اللحوم الحمراء، و4 مليارات درهم لدعم أسعار البذور المستوردة
من الخارج. بعد زخم كبير رافق الإعداد لها بسبب حشد الدعم للإعلان الرسمي عن عودة سوريا إلى حضنها العربي، لم تخيب القمة العربية التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التطلعات، وأعلنت جملة من المواقف الداعمة لوحدة الدول واستقرارها. وشدد إعلان جدة على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة. كما أكد القادة العرب أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتتخن في تدمير مجازاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني الدول العربية. مضامين الإعلان: أبرز الإعلان أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصيلة للمواطن العربي، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاثف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني الدول العربية. ولا تخطئ عين ملاحظ أن المحاور المتعلقة بالوضع السياسي في المنطقة العربية التي جاء بها الإعلان تبدو منسجمة تماما مع مبادئ السياسة الخارجية المغربية التي لطالما عبرت عن تمسكها بها ودافعت عن ضرورة الالتزام بها في جامعة الدول العربية. ويبدو أن هذه النقاط جاءت لتؤكد وتعزز موقف وموقع المغرب في جامعة الدول العربية، إذ بيّنت أنها تدعم الرباط بشكل واضح في ملف وحدتها الترابية ضد الاستهداف المتكرر الذي تواجهه المملكة من قبل الجارة الشرقية، وبالتالي خرج المغرب بجملة من المكاسب من القمة السعودية. بل إن المملكة برئاسة الملك محمد السادس تلقت رسالة دعم واضحة من القادة العرب لدور لجنة القدس تحت رئاسة الملك محمد السادس ووكالة بيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس وصمود أهلها، وهي رسالة تعبر عن تقدير العالم العربي للجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب وملكه في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمدينة المقدسة. كما عبر القادة العرب عن التزامهم واعتزازهم بالقيم والثقافة العربية القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها. وهي العبارات التي مثلت تأكيدا جديدا من القادة العرب على دعم وحدة الأوطان العربية وعلى رأسها المملكة. خالد الشيات المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة رأى في إعلان قمة جدة وحديثه عن دعم وحدة الدول العربية ورفض كل الأشكال التي تدعم الانفصال والتفتيت والتشتيت توافق مع القيم التي تحملها جامعة الدول العربية. أضاف الشيات في حديث مع أحد المواقع أن هذه القيم موجودة في المغرب وتمثل لفظا للحركات التي تدعي قيم الدول، كما هو الحال بالنسبة لجبهة البوليزاريو، معتبرا أن هذا الأمر يتوافق مع القيم التي يحملها ويدافع عنها المغرب. دول العربية دول موحدة وكاملة السيادة بعيدا عن أشكال التدخل ودعم الانفصال. وأشار الأكاديمي المغربي إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية اتضح أنه في إطار التوافق حول هذه القيم ودعم الوحدة وعدم دعم الحركات الانفصالية، مشددا على أن هذه العودة رهينة بالمنظور السعودي المغربي أكثر من المنظور الذي كانت تدعو له الجزائر لاحتضان سوريا في منظومة معادية لقيم الوحدة والتكافل والتآزر العربي. كما سجل الشيات أن تثمين الأدوار التي يقوم بها جلالة الملك باعتباره رئيس للجنة القدس يمثل تثمينا من الجامعة للرؤية التي يحملها المغرب بخصوص القضية الفلسطينية، لا سيما في مسألة القدس الشريف وفق رأيها. رأي الشيات تقاطع مع ما ذهب إليه إسماعيل حمودي الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والمحلل السياسي، الذي أكد أن هذا المعطى بين أن المغرب معني بشكل خاص بالقضية المركزية للأمة العربية أي فلسطين، مبرزا أن مخرجات القمة تؤكد هذا المعطى، حيث عبر الإعلان الختامي للقمة إعلان جدة عن دعم جهود الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس ودراية التنفيذية وكالة بيت مال القدس. أشار حمودي ضمن تصريح لنفس الموقع إلى أن حضور المغرب للقمة العربية في جدة تعبير عن التزامه بالتضامن العربي ومقتضياته،
مؤكدا أن المغرب جزء من أمته العربية الإسلامية ومعني بالتهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، كما أنه معني بالفرص والتصورات التي تقدمها للعالم. وعن المكاسب التي حققها المغرب خلال القمة، سجل حمودي أن المغرب انتزع فيها الدعم العربي في استضافته للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو أمر مهم لإشاعه الدولي وسمعته بين الدول. كما أفاد بأن تأكيد الإعلان الختامي على مبدأ سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها ينسجم مع الموقف المغربي الرافض لكل مس أو اعتداء على الوحدة الترابية والوطنية، وهو الأمر الذي مثل نقطة جديدة من الأسرة العربية للوحدة الترابية للمملكة التي لا تقبل المساومة. حل قبل أيام الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بالمغرب، حيث استغل حضوره لحفل مسابقة الابتكار أفيرام للاستمتاع بأوقاته بمدينة مراكش. وخطف الرئيس الأمريكي السابق الأنظار في ساحة جمالفنا في أحد الأسواق المجاورة لها خلال زيارته لأزقة المدينة العتيقة بعاصمة النخيل. في سياق متصل، أعرب بيل كلينتون خلال حضوره فعاليات المسابقة عن امتنانه العميق للملك محمد السادس على استضافة المغرب لمسابقة أفيرام، مؤكدا في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع أن المغرب يمثل جسرا بين القارات وملتقى للثقافات والحضارات وحلقة وصل بين الماضي والحاضر. واعتاد كلينتون رفقة زوجته هيلاري كلينتون المكوث في المغرب، وتحديدا الحوز وورزازات والريصاني، إذ تربطهما علاقة خاصة بالبلاد، حيث دأبت زوجته على ارتداء القفطان المغربي في المناسبات العالمية، وقد عبرت مرارا عن سفيرة للزي التقليدي المغربي وأنها معجبة بها. لا زالت الترتيبات جارية على قدم وساق من أجل استقبال الممثل الأمريكي الشهير روبرت دينيرو، الذي سيحل يوم الخميس 25 من ماي الجاري بمدينة مراكش لحضور حفل الافتتاح الرسمي لفندق نوبو، والذي يعود لملكيته إلى جانب عدة مستثمرين. ويتوفر هذا الفندق على 75 غرفة وجناحا فخما، وتمتد مساحته على مساحة 2000 متر مربع، ويضم جناحا ومطعما وسقف بانورامي مع مسبح، وهو من فئة 5 نجوم، ويعتبر أول فندق لشركة روبرت دينيرو بإفريقيا. ستحط الممثلة التركية غاي تورغورت آيفن بطلة الدراما التلفزيونية الشهيرة سامحيني الرحال قريبا بالمغرب، حسب ما أعلنت عنه في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بالإنستغرام. وأعلنت بطلة المسلسل التركي المدبلج عن عزمها زيارة المغرب عبر نشر صورة لها بالجلباب المغربي، علقت عليها باللغة العربية ولغات أخرى بكتابة قريبا اللقاء، وتابعت اشتقت إليك أيضا وأحبك كثيرا، بالعالمين المغربي والتركي، مضيفة عالمي المغرب وتركيا. وللإشارة، في الفنانة غاي تورغورت آيفن وزوجها دينيز إيفينفي بطلي مسلسل سامحيني، التي حظيت بمتابعة قياسية من قبل الجمهور المغربي على مدى 8 سنوات، سبق لهما أن زار المغرب سنة 2019، حيث حظي باستقبال وترحيب حار من قبل محبيهما المغاربة. استحضرت الفنانة المغربية دنيا بوتازوت بعض المواقف التي عاشتها خلال مسارها المهني، وتذكرت موقفا حدث لها في أولى أعمالها شاكرة الفنانة المغربية جليلة التلمساني. وأوضحت دنيا بوتازوت خلال مرورها ببرنامج عالم شهرزاد أن خلافا وقع بين هرم من أهرامات الفن في بلادنا وفنان آخر، وأن من تداعيات الخلاف استبعادها من العمل هي وفنانين آخرين مشاركين في المسرحية. واستنكرت دنيا بوتازوت استبعادهم دون الاتصال بهم وبإبلاغهم بالأمر، لتتفاجأ باتصال من الفنانة جليلة التلمسانية التي استأذنتها في لعب دورها بعدما تم اقتراحها بدل بوتازوت. وأشارت بوتازوت إلى أن الأمر مر عليه 20 سنة، وهي احترمت الفنانة على موقفها الأخلاقي الذي عبرت عنه من خلال الاتصال. أكدت بوتازوت من جهة أخرى أنه لا وجود لجزء ثالث لمسلسل المكتوب، مشيرة إلى وجود عمل درامي آخر. يوم
يواجه الوداد الرياضي المغربي نظيره الأهلي المصري يومي الأحد 4 يونيو المقبل على أرضية ملعب القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيبحث الفريق الأحمر عن الانتصار في اللقاء للاقتراب من تحقيق لقبه الرابع في المنافسة. وسيستضيف الوداد الرياضي المغربي خصمه الأهلي المصري يوم الأحد 11 يونيو المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يأمل رفاق يحيى عطية الله أن تكون الاحتفالية أمام جماهيرهم وملعبهم بتحقيق هذا اللقب. وسيبحث الوداد الرياضي عن لقبه الثاني على التوالي والرابع في المنافسة عندما يواجه الأهلي المصري بعدما حقق اللقب الأول سنة 1992 على حساب الهلال السوداني بعد الانتصار عليه بهدفين نظيفين في المباراتين ذهابا وإيابا، علما أن الهدفين سجلهما كل من رشيد الدودي ويوسف فرتوت. وكان اللقب الثاني سنة 2017 على حساب الأهلي المصري منتصرا عليه بهدفين لهدف في المباراتين كذلك، حيث سجل أشرف بن شرقي هدف الفريق الأحمر في الذهاب المنتهي بالتعادل هدف لمثله، فيما أهدى وليد الكارتي اللقب لفريقه بعد تسجيل هدف الانتصار في الإياب عند الدقيقة 69. وأحرز الوداد الرياضي لقبه الثالث في المسابقة بعدما انتصر على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، علما أن الهدف الأول والثاني كان بقدم زهير المترجي في الدقيقة 15 و48 على التوالي. وفي الجهة المقابلة يحمل الأهلي المصري الرقم القياسي على صعيد بطولة دوري أبطال إفريقيا بتتويجه بها في 10 مناسبات، أولها عام 1982 وآخرها عام 2021 على حساب كايزر جيفنز الجنوب الإفريقية. إلى هنا نكتفي بهذا الموجز، وأقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. لا تنسونا بالضغط على زر الإعجاب وترك تعليق تحت الوصف. إلى اللقاء.